اليوم تعرضنا اليوم انا والزميل محمد بونيبا في برنامج شروق تحقق الى ضرب مبرح من قبل رئيس محطه حسين داي والعامل يعني الاجون اللي كان معاه. تعرضت انا الى ضرب مبرح من قبل هذا الشخص مدير المحطه، رغم اننا كنا نحوز على اوتوريزاسيون من عند وزاره النقل، من عند المديريه العامه للسكك الحديديه اللي تصور في ذلك المكان، وكان معنا ممثل مديريه النقل. هكذا كي كنت انا معاه قال لي خرج من داري، قال لي جيت لداري انت كلمه خرج من داري، ضربني بزوج دبازي على الفك تاع عيني، ضربني على مستوى الوجه زوج دبازي هنايا، ومن بعد طحت في الارض على راسي. كي طحت ضربني لاجون جا عاود ضربني بسلل صدري. هذه اليوم هي المرة الثانية اللي تعرض فيها فريق شروق تحقيق في غضون أسبوعين إلى الضرب المبرح من قبل مسؤولي قطاع السكك الحديدية. ما نبناش علاش، أنا نأسفوا بزاف لهذه المضايقات الكبيرة من قبل المسؤولين باش الصحفي يوصل الحقيقة، رغم أنه كانت يعني بطاقة الصحفي المحترف، إلا أن احنا كصحفيين يعني في الميدان رانا نتعرضوا يومين يعني الضرب ومضايقات كبيرة من قبل المسؤولين في القطاعات. نتمنى ان شاء الله يعني علاش هكا، علاش صحفيين يعني صحفي وروحوا يتضربوا ويتشتموا حتى واحد ما يهدر عليه، علاش صحفيين احنا نتحدثوا كامل عن مشاكل الناس، حتى واحد حنا رانا نعانيو في الميدان، دائما صحفيين يتضربوا ويتشتموا من قبل المسؤولين. الحقيقه كاينه حقيقه حنا ننقلوها للشعب الجزائري، علاش التضييق هذا كامل، وعلاش الضرب، علاش الضرب، علاش تضربني، لا انا جيت ننقل في حقيقه للشعب، علاش انت تضربني وتعتدي عليا وتقول لي راني في دارك؟ انا مانيش في دارك، راني في ملك الدوله الجزائريه وحاصل على الترخيص.